خطأان يقوم بهما بعض الإخوة المصلون أو بعض الإخوة المصلين، إما خفض الصوت مطلقا بحيث لا يسمع صوت نفسه هو، وإما رفع الصوت بحيث يشوش على عدد بجانبه من المصلي. بعض الإخوة لا يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه، فترى يهمهم همما لا يفهم منه أي حرف، فهذا لا يصح، لا تصح قراءته. والآخر يقرأ فيشغل خمسة قبله وأمامه وبعده وخلفه، كما الآن أنا في الصلاة، بعض الإخوة في سمع الله لمن حمده وفي قراءته الفاتحة صوته أعلى من صوتي بكثير، يعني مسموع من قبل عشرة. فكلا الفريقين مخطئ، الذي لا يسمع صوت نفسه مخطئ، والذي يرفع صوته ليسمع عشرة وهو لا ينتبه. كثير من الإخوة لا ينتبه إلى ذلك، يعني تعود هذا ومضى عليه، لكن هذا فيه تشويش على من حوله، وهذا خطأ مؤذن.